قمة مصر للأفضل في دورتها التاسعة كشفت عن قيمتها لأفضل 100 شركة أداء بالسوق المصرية لعام 2023، وكاميرا كل الزوايا كانت هناك. خلونا نشوف ماذا رصدت. المسابقة دي بدأت منذ الفكرة من أموال الغد منذ سنوات عديدة. الهدف الرئيسي كان البورد اللي بيحط الكرايتيريا علشان اختيار الشركات من حيث النمو، من حيث الماركت كاب، من حيث الرأسمال السوقي بتاع الشركات في السوق، من حيث أداء الشركات، مساهمة الشركات في الناتج المحلي الإجمالي، أرباح الشركات المحققة، نمو الأرباح. في عدة عناصر بتقوم اللجنة المشكلة من خبراء باختيار الشركات بناء عليها. أما فيما يخص السيدات اللي بيساهموا في نمو الاقتصاد أو نمو الناتج المحلي الإجمالي وبيكون لهم تأثير في الاقتصاد المصري، برضو بتقبل كرايتيريا أو الأسس الرئيسية داخل فيها قد إيه ساهموا في إنتاج أماكنهم اللي هم موجودين فيها وبيرأسوها، وقد إيه كانوا مؤثرين على الأماكن دي، وقد إيه الأماكن دي بالتبعية أثرت على نمو الاقتصاد المصري. احتفاليه النهارده احتفاليه جميله، والتنظيم اكسلنت الحقيقه، عامله شغل فيه كويس جدا، مستوى الحضور جيد جدا، واحنا دايما بندعم مثل هذه الاحتفاليات. احنا تكريم الناس المتميزين، تكريم الحاجات الناشئه، الحقيقه ال 50 ومن والومن امباورمنت، الحاجات اللي شبه كده احنا دايما بندعمها، مش بس في مؤتمرات، احنا كمان في مسلسلاتنا، في برامجنا، يعني ده هدف من الاهداف بتاعنا. ده النهارده بحصول المجلس على جائزه الانجاز من التوب 50 وقمه اموال الغد، القمه الافضل. صراحه قمه في السعاده، لان عرفنا ان الجائزه مش اختيار شخص ولكن اختيار ممنهج بفكر علمي وأبحاث علشان نقدر يحصل منافسة بين الجهات المختلفة. فسعيدة أن المجلس السنة دي حصل على هذه الجائزة. إحنا في عصر ذهبي للمرأة المصرية. المجلس قام بمجهود كبير في الفترات اللي فاتت، في الفترة الثمان سنوات اللي فاتت، بقيادة وأعضاء ومتطوعين وشباب. فالمجهود مجهود كبير، وشاركنا بقوة في العصر الذهبي للمرأة المصرية، يعني عصر عظيمة في مصر كما أطلق عليه السيد الرئيس. سعيد جدا جدا بالتكريم. الفكرة رسالة دعم لمقدمي المحتوى الاقتصادي، خاصة في التفاصيل والظروف الاقتصادية اللي بتمر بالعالم ومصر من 2022 تحديدا، يمكن أنا من قبل كده بسنتين كمان. فهي الفكرة كلها اللي احنا بنقدم محتوى اقتصادي مبسط قدر الإمكان للجمهور في كل التفاصيل اللي بتحصل سواء جوه مصر أو بره مصر. فالرسالة النهاردة هي دعم للمحتوى الاقتصادي اللي بيتم تقديمه في مصر، وتم تكريمي وتكريم عدد تاني من الزملاء.